27 of Ramadan. Very happy to be here today on the 27th of Ramadan talking about the house of God. The house of God that we are begging you to finish. غريبة الدنيا النشحة لمن خلقنا والنشحة لمن رزقنا والنشحة لمن أعطانا الحياة. غريبة هذه الدنيا. وأن نظن بأموالنا على الله سبحانه وتعالى. Very strange this life. We beg for the one who created us from nothing. The one who gave us the risk. The one who gave us the life. And the one who gave us everything. Very strange this life. Then we come back and say, oh, we don't have money for you, Allah. You and what you have is for Allah. Me and what you have is for Allah. غريبة الدنيا. I'm سعيد جدا جدا جدا. لماذا؟ لأن الشباب بدأوا هذا المشروع. Very happy to see the committee is made out of you, young people. Like myself, like any one of you. Yeah? We save the money for car, we build the mosque. لو احنا يعني ما صرفناش أموالنا على الكار أو دراي كار أو جرين كار أو يلو كار whatever you want, car, ya habibi car, we build the mosque. Yeah? Very serious. Why should we stand and begging for the future of our children? احنا بنحدد معالم طريق اجيالنا احنا او ابنائنا. We're defining the way that our children will live. احنا ما عندناش مسجد خلاص. لكن احنا we invest our money only in a building, in a car, in a shop, in a corner shop, and that's it. يعني دلوقتي بنحاول نستثمر كل اموالنا اما في عربيه او في بيت او في شوب احنا بنعمله او في تجاره, لكن ما بنستثمرش في اولادنا. المسجد هو مستقبل اولادنا. The mosque is the future. The future for our children. The future for our family. We complain about our daughters are running away from us. Or our boys and sons are running away from us. But there's no place to bring them together. أطفالنا بيجروا مننا عشان ما بنحضرهمش مكان يعيشوا فيه مع بعض, نكلمهم ونعلمهم. ف أنا مش عارف نبدأ معاكم إزاي. هبدأ بأي حد يدفع أي حد. أي حد يدفع أي حد. There's no ceiling, there's no limit. من أراد أن يدفع لله ما يريد أن يدفع, إن شاء الله يكون قرش واحد. No ceiling. Just start to break the ice. Who can be the first? كم؟ الناس فاعلين خير 800 باوند. 800 جنيه, جزاكم الله خير. تكبير. أي حد يدفع أي حاجة. عدل. Anyone pay anything. خلاص يا شباب الاخوات ما تنسوش, انا شايف انكم في بعض الاخوات قاعدين ورا الساده. اي حد يدفع اي حد. يس 100 باوند. ها 100 باوند. 100 جنيه جزاكم الله خير. 100 جزاكم الله خير. انا في 100 وهنا في 100 جزاكم الله خير. 100 بسم الله ما شاء الله. 1200 من الشباب. ها 1200. 1200 بسم الله. بس انت خدوا الاسماء, محدش فيكم هيخرج من هنا. انا عارف لكم مفيش فطار. وينهم الشباب؟ وينهم الشباب؟ اوكي؟ عادي. في 1200 في الخلف؟ وين الشباب؟ في 100 و100 و100. مين تاني؟ كم سجلوا؟ شباب 100 تاني بسم الله ما شاء الله. يلا يلا احنا عندنا, احنا ناقصنا 250,000 جنيه. ها؟ دكتور شميم 100 بسم الله ما شاء الله. دكتور شميم 100. دكتور شميم 100. يلا يا شباب. مئتين. يلا يا شباب كنتوا سمين 100, هنا في 200. يلا يا شباب. يلا يا شباب الاخوات ممكن تبعتوا ورقه تقولوا انتوا عايزين تدفعوا 1000 2000. اسمعوا من بعضكم دايما انتوا عايزين. حدوا قاعده 50 بسم الله ما شاء الله. اتفضل 100 باوند دكتور. هنا 100 باوند زي ما نسجله. 50 هنا باسماء الناس كلها. يلا يا شباب. يلا يا شباب انا ده عندي باوند. الله اكبر. انا عايز تعالى هات لي كوب جنبي. هات لنا كوب جنبي يا حسنين. هات لنا كوب واقف.
تعال ارقام يا حسنين. احنا هنبدا في حد من الشباب قد قد اسمك ايه؟ عبد الرحمن. في حد قد عبد الرحمن؟ تعال 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 تعال. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ ها مين تاني يا شباب؟ 100 150 الف. كم تبرع عبد الرحمن؟ تعال هنا كم يا فرمية؟ كم تبرع عبد الرحمن؟ علي 100 فكير. علي كباري 50 علي كباري مية. احنا بنبني المسجد لهؤلاء. وربيت انت مصر فردوس تلبن شينا صبور عين هنا. طب اول ايه؟ طب اول صايد مين تاني يا شباب؟ يلا يا شباب بسم الله ما شاء الله. 215 220 215. يلا يا شباب مين تاني؟ ها؟ عمر 100 تاني. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مين تاني يا شباب؟ ها؟ 200 200. بسم الله ما شاء الله. هنا هنا 200 فيصل ها يا شباب مين تاني؟ هلا شباب الافطار جاي الملائكه بتاعتك. اند از اكونتنج ذا ماني اند اند از اكونتنج ذا بيبل ار بيينج ذا ماني. مين تاني يا شباب؟ 100 100 100 100. بسم الله ما شاء الله. عدد 100 من عند الله. 50 100 بسم الله ما شاء الله. سجلنا 100 بسم الله ما شاء الله. 100 100 100 100 بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. ها؟ بسم الله ما شاء الله. 50 50 يلا يا شباب كم كم؟ 10 النساء 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 يلا كمان منكم يا شباب يا اخوان. نجم واحد ثاني يا جماعه. كمان الجاي الاذان حين. There's a car. If you want to give a car, Visa car. في واحد مية هنا يا شباب. كم؟ فيزا كار في معنا كم ماشين؟ ها؟ فيزا كار في ماشين. لا خلاص هيجي أعلي. في معنا ماشين ماشين عشان ال 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 الكار. بقول لك اللي جاي مش معايا فكه ومعاك الفيزا كارد معانا كل حاجه هنا موجوده. يلا يا شباب مين تاني؟ الاخوات. هاي يا اخوات تعالي. يلا قول لا. يبقى 55 50 باوند. جزاك الله خير. وشيف اللي يسلمك ونعمل لك تكت. يلا بسم الله بسم الله. محمد استقنا وشو استقنا منار منار وحمود 50 جنيه جزاك الله خير. 50 تعال هنا حمود. يلا يا شباب لسه في ناس ما دفعوش. لسه في ناس ما دفعوش. 50 125 اي حاجه ادفعوا اي حاجه. يا شباب مين تاني يا شباب؟ ده كده كل اسماء الاخوات لسه جاي لك مرتش من الاخوات. الاخوات سيستر ذا باك بريد تو سي ذات يو ار بيتي ذا براذر. في حد تاني يا شباب؟ الاخوات حد دخل عندهم؟ طيب الاخوات انا انتظرك يا اخوات. يا ام يوسف يا ام يوسف يا ام يوسف طلع الذهب يا ام يوسف. خلاص طيب حاجه ثانية في ذهب من الاخوان اهو. حد عايز يشتري؟ دي جبنة ذهب. حد عايز يشتريها يا شباب؟ دي غوشة ذهب عيار 21 يعني هنيجي عيار 21 لزوجتك لبنتك لحبيبتك لخطيبتك. في ده في يا اخوان عايزين نشتروه. الزبده جديده.
مية جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. مية تانية بسم الله ما شاء الله. خلاص هاي يا شباب خلاص؟ اها في باقي، في باقي موجود موجود. 400 يا شيخ 400 الله اكبر. بسم الله ما شاء الله 400 اربعة صار كام؟ 400 جنيه. ها؟ في زيادة يعني أكثر من واحد في زيادة 400. لا احنا فرحانين بال 400 كفايه. بس هذا 400 شافوه كمان؟ شافوه؟ اخذوا معايا حفظوا في الفرحه. ايوه طيب الحمد لله باعوا ذهب 400 جنيه. باعوا ذهب 400 جنيه. جزاكم الله خير واكرمكم الله، وان شاء الله لن نتوقف اليوم. وات كوم تو ستوب توداي بيكوز وي نيد تو اند ذا بروبلم. كاري اون كاري اون كاري اون. السلام عليكم.